وما أدراك ما ليلة القدر. أنا بقول أنا مش جاي أفتش على الحضور والانصراف والحاجات التعليمية، لا، أنا جيت النهاردة بدون أي حد من مديرية التعليم غير مخطط عشان أشوف الأحوال على الطبيعة يعني. لم أجد إلا كل ما يسر كل مواطن مصر. يمكن أنا أديت أوامر أن المدرسة بالكامل من أول المدير والسيد مدير الإدارة كل المدرسين وكل العاملين جواب شكر بتوقيع المحافظ. أنا مش جاي أفتش على الحضور والانصراف، أنا جاي أشوف الأحوال على الطبيعة وأقضي اليوم وسط أولادي وأحفادي. بيعلم بنفسه الأطفال قراءة القرآن الكريم بطريقة صحيحة وبالترتيل، قعد وسط الطلبة في الفصول وكأنه واحد منهم علشان يديهم الثقة إنهم يفكروا ويجاوبوا بطريقة طبيعية بدون خوف. نزل من العربية مخصوص علشان يسلم على الطلبة ويتصور معاهم، كل ده في راجل واحد، كل ده في أب قبل ما يكون معلم. محافظ شمال سيناء ونعم الرجل، حقيقي الرجل المناسب في المكان المناسب. انتشر فيديوهات لمحافظ شمال سيناء السيد اللواء خالد مجاور. السيد المحافظ نزل على أكتر من مدرسة بشكل مفاجئ جدا، وأول كلمة قالها أنا مش جاي أفتش على حضور ولا انصراف، وجاي النهاردة بدون أي حد من مديرية التعليم غير مخطط علشان أشوف الأحوال على الطبيعة وأقضي معاكم اليوم، علشان لو محتاجين أي حاجة وأسمع منكم لو ناقصكم حاجة أو المشاكل اللي بتواجهكم. وبالفعل قرر سيادة اللواء إنه يحضر الحصص التعليمية وسط الطلاب في الفصل الدراسي بشكل طبيعي جدا. وفي موقف طريف كان مدرس الإنجليزي بيسأل الطلاب سؤال، رفع سيادة اللواء إيده علشان يجاوب مع الطلاب، وبالفعل جاوب وبدأ الطلاب يسقفوا له. Yes, sir. Okay. They are interested in catching fish. Okay. اتعمد اللواء إنه يتعامل بشكل بسيط كنوع من أنواع الأمان للطلبة، لأننا زي ما إحنا عارفين الدنيا بتبقى مقلوبة لما يقولوا في حد من الإدارة جاي، ما بالك بقى لو المحافظ بذات نفسه. لا، وكمان سيادة اللواء بيساعد الطلاب على قراءة القرآن الكريم بشكل صحيح وبيسمع للطلبة بنفسه. خدمات تعليمية تلاقي، خدمات صحية برضو تلاقي، حقيقي ونعم الرجل. اللواء خالد مجاور مش بس اكتفى انه يقضي يومه مع الطلاب، ده كمان ادى رأيه في كل فصل دخله، وبدأ يقيم الفصول ويكتب على السبورة تقييم الأساتذة اللي بيعلموا الطلاب، والحقيقة كان تقييمه لطيف جدا ومفرح جدا للسادة الأساتذة اللي بيعلموا أولادنا. واللي كتب وقال فصل الأستاذة منى فصل محترم وممتاز، وبعدها مضى على كلامه وبالتاريخ كمان. مش بس كده، عمل كده مع كل فصل دخلوا، الفصل نظيف والطلاب بالزي الرسمي وحاجة في قمة الاحترام والانضباط. سيادة اللواء نموذج مشرف وقائد مشرف للبلد، حقيقي الرجل المناسب في المكان المناسب. وجه كلمة لسيادة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.